شو هالصدفة هاي؟ يا فتاح يا رزاق يا عليم. خير حبيبي شبك؟ لحظة صغيرة ما وصلنا شيء، ليش كل هالقد مرعوب؟ قل هو الله أحد، شو عم بيصير؟ علي مهلك لك شبك شو في؟ دير بالك سيارة بردقانية هلأ بدها تطلع من المفرق وتعبي فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يتوب علينا ويريحنا من مصلحة الزفت. قلت لي بردقاني مو؟ وعم تهز لي براسك كمان ما هيك؟ قوم قفز من السيارة قفز حر أحسن ما بهدلك قدام الأمم. ها لك قوم انقلع قوم. Thank you.
صباح الخير. أهلين عماد. امبارح بعد ما مشيت بشي 5 دقايق مرق المدير وسأل عنك. أوف، وعرفت شو بده؟ لا والله، بس مروق لعنده. بيكون إجا هلا؟ بظن بيكون إجا. لك اطلب لنا شي فنجان قهوة لنروح نشوف شو بده. على عيني. ألو، مرحبا توفيق. بعتنا 2 قهوة. بسرعة. احترامي. اهلا وسهلا بالسلطان سليم، اشتقنا لك والله. وين غاطيت؟ لك ايقطع عمرك من بين الموظفين، لا عاد في حس ولا في ذوق. امبارح كيف بتروح اول ما يخلص دوام؟ ما بتعرف انه جاينا مفتشين من الوزاره؟ ضروري اسمع كلام من تحت راسك. مخصومي الحوافز عليك كلها تبعت شهر. روح منو شي، روح. اهلا وسهلا بالسلطان سليم. وعم تنكد كمان؟ ايقطع عمرك من بين الموظفين، روح. يعطيك العافية. الله يعافيك. نجس دم وقلها. ايه والله ايه، كتر الله الف خيرك. ربي ربي من عالي جمعني بابن حلال مثلك، والا كنت تبهدلت وتشرشحت. هذا راتب الشهر بعد الزيادة، ومو بس هيك خاصمين منه الحوافز. الله يديم الحكومة فوق راسنا ويغضب على مرتي. يكتر الله الف خيرها، يخلينا ياك. لك الله يديمها، لك الدنيا لساتها بألف خير. السلام عليكم. معقول هاللي عم يصير معي؟ معقول هالصدف كله ورا بعض البعض؟ بس لا، هالمرة كان في شيء مختلف. باللي شفته قبل شوي أنا بضب الجزدان بجيبتي، بس اللي صار إني عطيته الجزدان للرجال. طيب هي شو تفسيرها كمان؟ أحسن شيء يروح لشي أرمي هادية أرتاح شوي وفكر بهدوء شو بدي ساوي. لا استاذ عماد، تشرف. شو اخبارك؟ الحمد لله. شو بتحب تشرب استاذ؟ مثل عادي قهوه وسط. حاضر على عيني. طيب انا ليش كل هالقد خايف؟ ليش كل هالقد مهموم من القصه؟ بالعكس، هالشي ممكن يكون كتير ميزه خطيره وكل العالم تحسدني عليها طبعا، وممكن هالشي كمان يخليني ظبط كل اوضاعي التعبانه ويحسن لي كل علاقاتي مع العالم البعيده والقريبه، خصوصي إذا صرت أعرف شو بدهم يعملوا سلفا وصرت أنا فصلهم اللي بدهم إياه تفصيل أو اتجنبه. أنا لازم أتفائل باللي عم يصير. أهلا وسهلا أستاذ.
شريف. تسلم وديان. صحتين وعافية. خير استاذ، فيها شي القهوة؟ افتح 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 استاذ تفضل. بتحب بدل لك الفنجان؟ هلا هلا بس تجي انا بفرجيهم. بدي اقتلهم هن اثنين، بس امسكها بالاول بالشر المشهود. قاعد ومرتاح ولا على باله ولا سائل عن اعراض الناس، جاي عبالي اخنقه بايدي التنتين. مرحبا، اسمح لي انضم لحضرتك. اهلا وسهلا شريف، تفضل. اكيد السافل ما بيعرف اني جوزة لحتى مرتاح كل هالقد. تأخرت ما هيك؟ دايما بتعمل فيني هيك، بتعرف انت النسوان وقصصهم. انا اللي بعرف، سلمي الي. طبعا بدها تتأخر، كانت عم تتمكياج دول خاينة وهلا بتكون جاي ركض لعند حبيب القلب. بس أنا بفرجيكي. إذا بدك خليك قاعد، بنتساير وبنحكي أكتر، بنتعرف على بعض. معلش ما رح أزعجك كونها جاي، ما بدي أحرجك. كنت عم بمزح معك أنا بصراحة، هي اتصلت من شوي واعتذرت مني ما لها جاي. بس قلي كمان أنت ناطر خطيبتك مثل حكايتي؟ خطيبته؟ خطيبته وينها؟ يا ريت تجي، يا ريت. قلت لي ما انا جاي. ما وحضرتك خاطب مثلي؟ وصاركن زمان مرتبطين يا ترى؟ رح يصير لنا سنة. هي بصراحة كانت مرتبطة مع واحد غيري بس ما بطيقه. سنة المي عم تمشي من تحتي وانا مثل الحمار مالي دريان بشي. سنة. وانتو؟ نحنا بدنا ننفصل. هاد اذا نفدت من بين ايدي. اوف اوف اوف، ليش هيك واصله بيناتكم؟ لأن حقيرة وسلالة ومنحطة وحية من تحت تبن، وعم تطلع وتشوف واحد تاني من ورا ظهري. لا طب انت متأكد من هالشي؟ مثل ماني شايفك. بس انت قلي، يا ترى واحد عرفان انه مرتبطة بشخص تاني غيره وقبلان يطلع معه، هيك واحد برأيك انت شو لازمه؟ هذا لازمه خنق. وانا هيك رايي. طول بالك استاذ عماد، طول بالك، رح تخنق. لك ايدك عنه، رح تخنق. اترك لي. دعمك. لك هاد مجنون يا جماعه، لك هاد مجنون. شبك صاير معك شي؟ عن جد خوفتني. خير شوفي شبك، ليش هيك منظرك؟ بسلم عليك سمير، وزعل منك كثير لانك ما رحتي على الموعد. مين سمير؟ ولو ابو سمره.
جنتلمان يبدا يخلصك من عيشتك معي. بطلتي تعرفيه؟ مو انت ما بتطيقيني وبدك تتزوجي ما هيك؟ لك شو عم تخبز انت؟ بعدين كنتوا حزمونا على الخطبه، كنا فرحنا لكم لانه مو معقول تعملوها على السكيت بدون ما ندرى، كنا رقصنا لكم فيها للخطبه. لا انت اكيد جنيت، بعد هيك مستعجله كثير ما؟ مستعجله بالظاهر. سنه يا حقيره والمي ماشيه من تحتي وانا مالي دريان، بس انا بفرجيكي. صباح الخير عينو. صباح النور. وينك يا رجل؟ صار لك يومين غايب، انشغل بالنا عليك. على كل حال لا تاكل هم، انا قدمت لك على اجازه مرضيه. كتر خيرك. ايه صحيح، المدير كان عم يسال عنك، مروق شوف شو بده. ادخل. مرحبا استاذ. اهلين عماد، تفضل تفضل. وينك يا رجل؟ صار لك يومين غاطت مو مبين، يعني خلص صرفنا لك مكافأة على سرعة انجازك بالمشروع، عم تدير ظهرك ومشيت. بعدين ليش هيك منظرك؟ خير شبك؟ استاذ حضرتك صرفت لي مكافأة من يومين؟ طبعا. يعني ما بهدلتني وصرفتني وقلعتني من وشك؟ ليش لبهدلك؟ إمانك عامل شي غلط؟ معلش استاذ، اتذكر منيح الله يوفقك. متذكر منيح؟ أنا بحياتي ما بهدلتك، شبك شو صاير لك؟ ما في شي استاذ، ما في شي، على إذنكم. مرحبا بالنور. أهلين استاذ عماد، خير شبك؟ ليش هيك وشك تعبان؟ انا قبضت من عندك مكافاه صرف لي اياها الاستاذ حسام من يومين. اي نعم، وقبضت 4000 ليره ووقعت لي هون، هذا مو توقيعك؟ لك شو صار له؟ اهلا وسهلا استاذ عماد. وينك يا استاذ؟ صار لك اسبوعين مقاطعنا وما عم تطلع علينا. قد ايه صار لي؟ يعني رح يصير لك اسبوعين. يعني انا ما كنت عندك هون من يومين وساويت مشكله؟ ما في هيك شيء نهائيا. يعني اكيد ما شفتني هون من يومين.
إذا تعبان أستاذ تفضل ارتاح. بتحب جيب لك كاسة زورات؟ مرحبا جاد. أهلين. لك صار لكم اسبوعين وعدينا انت والمدام تعملوا لنا زياره بالبيت وما كانت تصير هالزياره. شو صاير لكم؟ شو قصتكم؟ بس أنا لا تبسبس لي ولا شيء. اليوم المساء ناطريكم انا ومرتي عندي بالبيت. خبر المدام ماشي؟ ما عاد لكم حجه؟ يلا خاطرك. لا حول. تأخرت حبيبي، وين كنت لهلأ؟ 10 دقايق وبكون الغداء جاهز. لحظة ايمتى رجعتي؟ من وين؟ من عند أهلك. صار لي أسبوعين ما شفت أهلي. بعدين آخر مرة كنت أنا وياك عندهم، شو نسيت؟ من يومين على وقع الصبح وهو راكد على الحمام. عماد شبك؟ شو صاير لك؟ هلا جاوبيني مثل ما عم قلك. علاء وقع هون الصبح من يومين وهو راكد على الحمام. لا ما وقع. وانا ما طلقتك. شو؟ جاوبيني. لا ما طلقتني. وليش لحتى تطلقني؟ الحمد لله. شو حبيبي؟ حاسستك تعبان كثير؟ ايه والله تعبان كثير. قوم حبيبي، قوم ارتاح شوي. قوم يا لطيف، الله يجيرنا.